معاهم ودك انك تكلم وتدافع. يا اخي انت تقرا القران؟ صحيح والله. تقرا ايه 140 من سوره النساء؟ ما اعرف، مش حافظ القران. طلعها. هل في شيطان قال لك اعمل هذا في الاسلام؟ مش صحابي ولا سلفي، في شيطان كلب حقير قال لك اعمل هذا في الاسلام؟ انك تقف، انك تقف مع الكلاب اللي يسبوا الرسول عليه السلام ويسبوا الصحابه. اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث انكم اذا مثله. ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم. المنافقين والكافرين، اذا انت قلت ما يقول فانت منافق العن من الكافر. أي. اذا قلت اللي قلته واذا حضرت السب والطعن مثلهم. أي. انكم، انا اللي قلت كده، انا تكفيري ولا ربنا؟ رب العالمين. ربنا قال انكم اذا مثلهم. أي. يعني انت كافر او منافق، اختار لك واحده من الاثنين. هتقعد معهم ليه لو انت راجل؟ نحاول نحج. لا نحاول نحج. ما هي انا اصبع لهم يا اخواننا، هذا رجل عربي من الجزيرة يتكلم لغة العرب. صحيح. مش العاربة المستعربة. ما هي أهم قضية في الإسلام الآن؟ التوحيد. بعد التوحيد ولاء وبراء. لا، هي لا إله إلا الله، هي ولاء وبراء. يعني الصحابة ما كانوا يعرفوا ولاء وبراء. هي لا إله إلا الله، انت عامل عليها كتب. هي لا اله براء، تتبرع من كل الالهه الا الله وتثبت الى الله. فمش عايز نقول اهم قضيه في كل الاسلام هي ما هي؟ انا بسالها. اهم قضيه احنا اللي عرفنا التوحيد يا عم. بعد الاركان بدون توحيد، بدون التوحيد ما فيش اسلام. انا بقول لك ما هي اهم قضيه في الاسلام. ما تقول لي بعد التوحيد، لان قبل التوحيد ما فيش اسلام. دعوة. دعوة ايه؟ دعوة الناس للاسلام. لا. قول حاجة غيرها. غير قضية بعد القضايا الأساسية اللي الأركان. لا لا لا. أهم قضية في الإسلام هي الإمارة والخلافة والولاية. ما هو الدليل؟ قول لي، اسألني. شو الدليل؟ أن الصحابة اللي أحسن مني ومنك ومن أهلي ومن أهله، لما مات الرسول عليه السلام أشرف الخلق، وتعرف سنة الميت إيه؟ في أول صلاة. ليش الرسول عليه السلام قعد كده يومين ونص؟ مفيش ثلاجة ولا فريزر في حر مكة. رحت مكة ولا ما رحت؟ عارف حرها عامل إزاي؟ كيف يقعد محمد صلى الله عليه وسلم يومين ونص كده وما يندفن؟ ماذا شغل الصحابة؟ تثبيت الحكم عشان تثبتون الإسلام. صحيح. إيش كانوا يعملوا؟ راح يعملوا دعوة للكفار؟ راح يعملوا زكاة؟ هذه البداية. راح يعملوا زكاة؟ يجتمعوا وقت الصلاة يروحوا يصلوا ويرجعوا، ويجتمعوا ويروحوا يصلوا ويرجعوا يومين ونص، 12 صلاة. ما في شغل المناكيح هذول، هذا كله شغل شياطين. وأتحداك هذه ساعات، لو أنت عندك تعرف الحسابات ولا ما تعرف؟ روح شوف أي خنزير، ابن خنزيرة من الدعاء هنا، اللي عنده 1,300,000. عندهم صح، عندهم صح. عنده مشاهدات 300 مليون. كم ساعة؟ ساعات. اضربهم في ساعة، واضرب الكلب هذا في ساعة، والخنزير هذا في ساعة. بس في ناس يدخلوا الإسلام كثير. إيش مين قال لك دخل الإسلام؟ وين الصحابة؟ اسمعني بقى، أهم قضية في الإسلام إيه؟ تثبيت الحكم. طيب ليه؟ زلزلت الحكم. وهذا إيه؟ هذا خلوا، هذا مو تثبيت. لا، هذا شياطين. ليش الدعوة للإسلام هذه؟ ما ينفع يا أخي يكون بيتك مخري وتروح تقوم الناس تقولوا تعال خش بيتي. أمك عملت إيه في العيد؟ والدتك موجودة؟ إيه نعم. عملتوا ايه في العيد؟ قبل العيد؟ نعم قبل العيد. ايش عملتوا؟ تضحية قصدك؟ قبل العيد. لا
عندكم شغالة؟ سيام. عندكم شغالة ولا ما عندكم ولا؟ لا ما عندكم. أمك نظفت البيت ولا ما نظفته؟ احنا مش واحد يعتمد على نفسه. بس نظفتوا البيت ولا صحيح. ليش نظفتوه؟ احتفالا بالعيد. وين كمان؟ نظافة. وين كمان؟ ها شنو النقطة؟ في حد بيزورك ولا ما في حد بيزورك؟ احنا هني لا ما في. انت عايشين هنا؟ لا 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 احنا جايين علاج وراجع. طيب ما اذا جاء اذا اما ترجع بلدك بتنظف بيتك ولا ما تنظفه؟ اذا انا قلت لك يا اخي انا جاي ازورك انا واهلي ايش هتعمل؟ تعال هتنظف المكان ليه؟ عشان اكون بصوره عشان ما تكون وسخ عشان انا ما اجي اقول والله زرت فلان وبيته وسخ. انا بقول لك الاسلام الان بيته وسخ واوسخ من الوساخه. لازم تنظف اللي عندك اول شيء بعدين. نعم حبيبي ما ينفع تجيب واحد كافر تقول له تعال خش الاسلام عندي وانا بيتي وسخ يجي يقول لك خرع عليك وعلى اسلامك. ايش هذا؟ اي اسلام هذا؟ بس شنو الطريقه اللي على كلامك ان نضبط امور المسلمين؟ انت قصدك المسلمين فيهم وساخه صح؟ نعم صح 100% ما نختلف. انت تعرف الامام مالك رحمه الله عليه؟ ايش رايك فيه؟ شمس ابن النجسه بيقول الامام مالك جاهل. الإمام مالك الإمام مالك هو نبي؟ لا بس هو فقيه وفقه للناس إمام ملحد. إمام ملحد. مين؟ إبراهيم عيسى إنسان ملحد يقول أي كلام. إبراهيم عيسى إحنا بنتكلم عن واحد ثاني معلش أخي. إمام مالك اسمه إمام دار الهجرة إمام المدينة. ماذا قال؟ متى مات الإمام مالك؟ حوالي 150 هجري. قال لن يصلح، اسمع معايا وافهم، لن يصلح آخر أمر هذا الدين إلا بما صلح به أوله. يعني إذا أنت عايز تصلح، إذا أنت عايز تصلح آخر الأمة لازم تتبع ما فعلته أول الأمة. وين اي صحابي او تابعي عمل مثل الكلاب هذه؟ هو الموضوع هني هذا اللي صار. خل جماعه الدعوه اي دعوه هذه انا شايف ناس وايد قدام تخلط الاسلام. انا بقول لك هدول انقص من الاحبار والرهبان. شنو دليلك؟ اتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض؟ لا بس أبي أهد نهاية. شنو ما أخذك عليه؟ إذا أنت جيب لي أي خنزير ابن خنزير من بتوع الدعوة دول يقول إلا الإسلام إسلام سبيس. أنت تؤمن الإسلام بيس؟ الإسلام إلى حد ما. إذا قلت إسلام بيس بس أنت كافر مطلق. لا أنت كافر. عارف ليه؟ زي ما تقول الله الرحمن. إذا قلت الرحمن بس فأنت كافر. قال العلماء أهل العلم أي اسم لله مترادف لازم تقوله. الرحمن الرحيم. لا الرحمن مش الرحيم. المحيي المميت. هذه متضادين. آسف مش ليس مترادف. الرحمن شديد العقاب ذي الطول. ما ينفع تقول الرحمن بس. ومن العلماء اللي قالوا ابحث عنها. لا انا بعرف. ابحث. طيب لو ربنا لو ربنا رحمن ليش خلق النار؟ لو هو رحمن كل خوي انا رحمن خش الجنة كل خش الجنة. بالعدل العدل شديد العقاب صحيح للطول. كيف المحيي لو هو محيي ليش بيموت الناس؟ صحيح. النافع ليش ليش بيضر الناس؟ كل الاسماء اللي هي متضادة لازم تذكرها. إذا ذكرت إذا قلت الإسلام هنا جيب لي أي حقير هنا يقول الإسلام سلام وحرب. وأنا ديك اللي بجيبي ممكن 300 400 باوند والله العظيم أديهم لك. الله يزيدك من فضلك. ما يزيدني فلوس. الله ما يزيدك لك إن شاء الله بصحتك. ما يزيدني. جزاك الله خير. جيب لي كلب حقير في كل دول قال الإسلام سلام وحرب سلام وقتال. جيب لي هذه خيانة؟ يعني هو ما بين الصورة واضحة.
عبين صورة الإسلام لا. لأنه ما في وقت في آية هي هذه بس ما في وقت في آية يعني مش عايز أقول لا يعني قصدك سلموا اللي مسألة وإذا أخذ ربوك يعني ربنا في آية ربنا سبحانه وتعالى أخذ العهد على علماء بني إسرائيل لا تبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا بآياته لثمنا قليلا. أنا النهاردة يوم حبيبي الإسلام مش تسكو تسكو تروح تشتري جبنة وزيتون وخبز وتمشي لا بس في أشياء على قصدي أن تبيان الإسلام دعوة الناس للإسلام لازم تبينه بالطريقة الصحيحة بعدها تكمل على انت أسألك سؤال في كذا أسألك في سؤال كذا. أنت بالك صار لك هنا في كم صار لك هنا؟ شهرين ثلاث شهور شهرين ثلاث شهور ربك من أشرف من الكفار إلى يدخلون الإسلام؟ أشرف من الكفار الذين يدخلون الإسلام. هل من يرى الخنازير بتوع الدعوة هنا يقول لك أسد الدعوة ها؟ واحد كلب يقول لك أسد الدعوة ده لاين دين نعم عرين الأسود وهو كان لا يفعل شيء إلا يكسب الأموال آلاف وآلاف أسد. إحنا عندنا في الإسلام علي بن أبي طالب قال الله أمه سميته حيدر أسد أمه سميته أسد مش ميمي ولا سوس ولا كيكي ها؟ وبعد كده غيروا اسمه صار علي والله انا بس الرسول صلى الله عليه وسلم قال له علي اسد الله الغالب. مين علي بن ابي طالب؟ تعرف فضائل علي؟ روح من اسد في الاسلام اخر؟ حمزه اسد الله. ومين حمزه؟ سيد الشهداء. فاما تيجي تقول لي مثلا كلب من دول يعني الكافر اللي يرى غزة الآن ويدخل الإسلام هذا أرجل ولا يشوف واحد من المناكيح المسلمين هنا؟ يعني من عنده القدوة؟ يعني زمان الرسول عليه السلام قبائل دخلت الإسلام منه عارف ليه؟ يجيله فايت يوزعه كله في غزوة الطائف وزع آلاف الأونسات من الذهب والفضة. إيش حصل؟ يروح القبيلة يا بنو فلان محمد يعطي أسلم من لا يخاف الفقر قبيلة تدخل. الوقت يا أما جيلك كلب من دول عنده إعلانات وسخة يعني تخش على القناة بتاعته تجي لك واحدة بترقص دلعوني شخلعوني نعم في ناس شايلينها لا يقدر يقفلها بس جيب لي انت رجل جيب لي واحد هنا شايل الاعلانات واحد هنا ما تبع. واحد غيري ما تبع واحد غيري والفضل والمنه لله باليوتيوب اعرف وايد ناس جيب لي واحد غيري في لا. كل الخنازير هذه لا يعمل اعلانات شمسي من فين ياخذ فلوسه ما اعلم والله معلم. دس ما تعرف ما اعلم شمسي لما يروح السعوديه اقول لك محمد بن سلمان سلفي يدافع عن السلف اي سلف يا عمي السلف ما كان فيه واحد منكوح ما في سلفي قبر راقصات ترقص في مكه وفي المدينه ما في العرب الكفار ما كان عندهم عاهرات كانوا يخطفوهم هند عتبه رضي الله عنه وارضاه لما قبل ما تسلم والرسول عليه الصلاه والسلام ياخذ من البيعه وبايعنا على ان ياتينا بفاحش او تزن الحره الكافره الشريفه لا تزني شمسي الديوس ابن الديوث يقول والله اذا كان ابن سلمان سلفي فهذا سب لمحمد عليه السلام وهذا سب لكل الصحابة. شمس ابن الخنزيرة يطعن في الإمام مالك يقول جاهل
شمسي ابن الخنزير يقول الصحابة خرجوا لأن كتب العقيدة لم تكتب بعد. شمسي مش سنة. أي صحابي يريد كتب العقيدة اللي يعني ما تحتاجها، أنت عقيدتك متواصلة أصلا مع الرسول، يعني اللي تعلم من الرسول مستني يقرأ الأصول الثلاثة؟ أكيد لا. يعني ليش شمسي قال عن الإمام مالك؟ عشانه خنزير ابن خنزير. شنو المسألة؟ المسألة قال سئل الإمام مالك جاء أهل المغرب وسألوه جاوب عن أسئلة ولم يجاوب عن أسئلة فقال لا أعلم. لا قال لا أعلم ليش؟ عشان يفتون اللي عندهم. نعم. فابن الخنزير من لا يعلم كل من يعلم كل شيء هو الله. والرسول عليه السلام لم يكن يعلم كل شيء في كل الأمور حتى يجيء الوحي. ليبين الرسول عليه السلام ربنا كان ممكن يدي النبي كل حاجة مرة واحدة ما أعطاها. صعب تدرك